أمية عمة عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. اسمها رملة وكنيتها أم حبيبة. معنى كنية يعني عندها بنت، تمام، أنجبت بنتا فسمتها حبيبة فأصبحت بعد ذلك تكنى أم حبيبة. يعني كيف الآن الرجال أبو محمد أبو خالد أبو علي إلى غير ذلك، وهي أيضا اسمها أم حبيبة رضي الله عنها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا عليم. نتابع إخواني الحديث حول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقصصهم العطرة وتعاملهم وقصة إسلامهم. فبعد أن أنهينا الحديث كما اتفقنا وإياكم على أن نرتبها بجملة كي نحفظها، جمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجملة كي نحفظها. ما هي الجملة؟ تفضل يا عبد الرحمن. خس مع جزر شو؟ صحة. فتكلمنا عن خديجة وتكلمنا عن سودة وتكلمنا عن ميمونة وتكلمنا عن عائشة وتكلمنا عن جويرية وزينب واليوم رملة رضي الله عنهم جميعا. فرملة بنت أبي سفيان بن حرب، رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. أمها صفية بنت أبي العاص بن أمية عمة عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. اسمها رملة وكنيتها أم حبيبة. معنى كنية يعني عندها بنت، تمام، أنجبت بنتا فسمتها حبيبة فأصبحت بعد ذلك تكنى أم حبيبة. يعني كيف الآن الرجال أبو محمد أبو خالد أبو علي إلى غير ذلك، وهي أيضا اسمها أم حبيبة رضي الله عنها. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. حينما هاجرت كانت حامل. طيب لماذا هاجرت؟ هاجرت فرارا بدينها لما اشتد الأذى على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة أن يهاجروا، فكانت هذه رضي الله عنها من هؤلاء الذين هاجروا في الهجرة الثانية. في أرض الحبشة ولدت حبيبة. ورضي الله عنها أم حبيبة تعرضت للبلاء والفتنة في أرض الحبشة. كيف تعرضت إلى البلاء؟ حينما هاجرت ووصلت هي وزوجها إلى أرض الحبشة، فكما تعلمون أرض الحبشة في ذلك الوقت أرض نصرانية، ملكها ملك نصراني. فاستأمن المسلمون في ذلك الوقت على دمائهم، فأمنهم النجاشي وعاشوا. هذا زوجها عبيد الله ابن جحش كان قبل أن يسلم كان نصراني، تمام. فلما وصل مرة ثانية وعاد إلى الحبشة فحن إلى الشرك، حن إلى التنصر، حن إلى ترك دين الله سبحانه وتعالى. فقال لها: لقد رأيت أن ديني الذي كنت فيه أفضل من هذا الدين الذي أنا فيه، فعاد إلى دين النصارى وترك دين الإسلام. لها مكانة رضي الله عنها بسبب هذا الشيء الذي تعرضت له، لها مكانة أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في خطبتها وفي زواجها، وجعل النجاشي رضي الله عن الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الرسل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج من أم حبيبة من رملة. فالنجاشي سمع الكلام وقال إن شاء الله تعالى يعني يحصل خير، أو كلمة قريبة من هذا الكلام. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الزواج من امرأة يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهي في الحبشة؟ طيب ما فائدة الزواج منها؟
قال أول شيء تكريم لها، زوجة ارتد إلى النصرانية وهي بقيت على دينها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس جميعا أن التمسك في دين الله سبحانه وتعالى لا يذهب أجره لا في الدنيا ولا في الآخرة. زوجة تنصر بقيت على دينها، زوجة ارتد فهي بقيت على دينها، زوجة فعل ما فعل هي تبقى على دينها ثابتة، فبذلت في ذلك رضي الله عنها الكثير من التضحيات. فجعل النجاشي وكيلا لها، أرسل إليها امرأة قال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك فمن يكون وكيلك؟ فقالت وكيلي خالد بن سعيد. فقام خالد بن سعيد فخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولشدة فرحها بنبأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج منها، أهدت للنجاشي هدايا وأشياء كانت تملكها، يعني مثلا بعض الثياب، مثلا بعض الحلي، على تفصيلات يذكرها علماء السيرة. أهدت المهم للنجاشي هدايا لفرحها بهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل في خطبتها. قبل ذلك هذا من المكانة الدينية لها، أنها ضحت بزوجها وبقيت على دينها بالرغم من أنها بأرض هجرة. فكانت هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، هي من بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في أزواجه صلى الله عليه وسلم من هو أكثر صداقا منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع لها الصداق، حينما دفع لها المهر، فكانت أكثر النساء صداقا، وهي أيضا بنت زعيم مكة، بنت أبي سفيان الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، فرضي الله عنهم جميعا. هذه الزوجة لشدة حبها وتعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم بقيت مخلصة للنبي صلى الله عليه وسلم في حضوره وفي غيابه. فيذكر العلماء علماء السيرة موقفا لشدة إخلاصها للنبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية ما بينه وما بين الكفار، وكان من طرف الكفار ممثلا عنهم أبو سفيان، ومن طرف النبي صلى الله عليه وسلم علي هو الذي خط الصلح والنبي صلى الله عليه وسلم. فحينما انتقض صلح الحديبية جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمدد، يعني يريد أن يعتذر، يا رسول الله إنما حصل ما حصل بفعل صبية منا فاصفح عنا وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أقبل إليه أبو سفيان أدار النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ولم يسمع منهم، أتاه من اليمين فانصرف إلى الشمال، من الشمال انصرف إلى اليمين، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. فأتى الصديق فلم يسمع منه، أتى عمر لم يسمع منه. فقال هذا أبو سفيان، بنت أبو سفيان رملة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ففكر أبو سفيان أنه يذهب لبنته لما يعلم من تأثير النساء على الرجال، تمام؟ فالنساء كما تعلم لها تأثير على الرجال، النساء بشكل عام تؤثر على الرجال. فقالت حينما دخل إليها مباشرة، دخل إليها أبو سفيان أبوها، فأراد أن يجلس على فراش، على بساط كان يبسط فيجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمباشرة مجرد ما دخل أبوها أبو سفيان قامت فطوت هذا البساط، هذا الفراش. فقال لها أبوها، أترغبين عني بهذا الفراش؟ يعني الفراش أعز عليك من أبوك، أنا أبوك قادم من مكة إلى المدينة أريد أن أجلس، تجلسيني على الأرض؟ على الأرض يعني على الرمال، ما في شيء، ما كان عندهم شيء، على الأرض يعني على الرمال. فقالت إنك امرأ نجس وهذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فشو قال لها؟ يا بنيتي لقد أصابك بعدي شر، أنت مسحورة بلغتنا العامية، أنت راكبك جني مثلا، لقد أصابك بعدي شر. قالت بل هداني الله تعالى للإسلام، وأنت يا أبتي يا سيد قريش وكبيرهم فكيف لا تحكم عقلك وتعبد حجر؟ شلون أنت لسه لحد الآن تسجد إلى الصنم وإلى حجر تصنعه بيديك، ثم إذا جعت بعد ذلك أكلته إن كان من تمر؟ فهذا موقف يثبت بأنها آثرت دين الله ومحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم على هوى وعلى محبة أبيها. أيضا رضي الله عنها كانت تتمتع كغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بفقه، بفهم. النبي صلى الله عليه وسلم
حرم على المرأة أن تحتد أن تعتد أكثر من 3 أيام إلا على زوج، 4 أشهر و10. عدة المرأة بيكون أخوها، بيكون ابنها، بيكون أبوها، بيكون مما بيكون. العدة لا عدة إلا على الرجل، إلا على الزوج. الله تعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. تمام. فهذه حينما وصلها نبأ وفاة أبيها أبو سفيان بالشام بعد أن أسلم بسنوات بعد ذلك، قامت فحزنت عليه 3 أيام. فبعد 3 أيام دعت بنوع من الزينة، فزينت وجهها وزينت كفيها وقالت: لا حاجة لنا بالحزن، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تعتد إلا على زوج أكثر من 3، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعتد أكثر من 3 أيام إلا أن تحتد، تمام، إلا على زوج 4 أشهر و10. وبذلك بين فقه هذه المرأة. حياة أم حبيبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاشت هي 33 سنة تمسكت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عميقة الصلة بالمؤمنين جميعا، شاركت في الأحداث، وكانت ربما تحاول حل وفض بعض المشكلات. ففي زمن كما يذكر الشيخ الذهبي، في زمن الفتنة حين التي حصلت عند مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهم، قال: لما اشتد أذى المرتدين المتمردين على عثمان بن عفان، الخوارج يريدون أن يقتلوا عثمان، فقال الناس فيما بينهم: لو جئتم بأم المؤمنين رملة، يعني إذا اجت مثلا جلست عند عثمان، احتمال هذول الناس الذين يريدون رأس عثمان بن عفان، احتمال يعني احتراما وتقديرا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديرا لهذه المرأة زوجة النبي أن ينصرفوا عنه. فلما رأوها أمروها أن تصرف الدابة التي جاءت بها وتعود حيثما أتت، يعني حتى محبة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم هذول الذين طالبوا بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكانت أيضا هي حسنة الصلة بالمؤمنين جميعا وبأمهات المؤمنين، يعني بالضراير، بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات. فكانت حريصة على ودهم وعلى استرضائهم. ففي اللحظات الأخيرة حست حالة أنه خلص سوف تذهب تفيض روحها إلى الله سبحانه وتعالى، استدعت عائشة. استدعت عائشة، عائشة شو بتكون لرملة؟ شو بتكون ضرتها؟ استدعتها فقالت: إني سأصارحك بأمر لقد كان بيني وبينك ما يكون ما بين الضرائر. يعني هذا شيء من أكثر من 1400 سنة، العلاقة بين الضرائر غير مستقرة، فأديروا بالكم، تمام. فقالت: لقد كان بيني وبينك ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي وغفر الله لك. يعني نسأل الله تعالى، نحن الآن يعني الرملة ربما رأت نفسها بأنها في لحظاتها في أيامها الأخيرة، فقالت: غفر الله لي وغفر الله لك. فقالت عائشة: والله لقد كان بيني وبينك ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي وغفر الله لك. فانتهى يعني الأحقاد والغل الذي كان بينهم، ربما كان وربما ما كان. فرملة رضي الله عنها أحبت أن يعني كما يقال أن تأخذ سماحة وعفوا وتصفية للقلوب. ماتت رضي الله عنها سنة 44، عن كان عمرها يعني حينما ماتت 68 سنة في خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. وبذلك أنهينا الحديث عن أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن مع أمهات المؤمنين والصالحين من عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.